لا شباك أخضر كانت تربية النحل ولا تزال هواية الأردني وجه الداعور المفضلة ومصدر دخله الرئيس منذ نحو 50 عاما، لكن مربي النحل المخضرم يقول إن التغير المناخي أضر بشكل كبير بإنتاجه. وبالإضافة للتغير المناخي، تأثرت صناعة عسل النحل في الأردن بموجة من الأمراض الفيروسية التي أدت لنفوق ما يقرب من نصف سلالات النحل في المنطقة قبل بضع سنوات. نتابع. قبل 20 سنة خلية النحل ممكن نأخذ منها 20 كيلو 30 كيلو، الآن بصعوبة بالغة نأخذ منها 5 كيلو، وكل هذا بسبب التغير المناخي. كانت الدنيا الأمطار منتظمة، عند انتهاء الأمطار لدينا كم هائل من الزهور غني بالرحيق، وبالتالي النحل في أيام قصيرة يجمع منه أكبر كمية من العسل. الآن كل الوضع تغير. في تربية النحل أن يكون عندك خلايا قوية جدا وفيها ملكات شابة حتى تتكاثر وتعمل أكبر جيش من النحل اللي يجمع الأزهار، لأنه عادة الأزهار فترتها قصيرة جدا، فإذا فاتك الموسم وما عندك جيش كبير يجمع العسل راح عليك الموسم. أنا